السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. في هذه الأيام الفضيلة من شهر ذي الحجة ننفذ في جمعيتنا عددا من المشاريع الخيرية، ومن ضمنها الدعم الصحي بالمواد الطبية والمستهلكات الطبية لمستشفى المقاصد. في هذا اليوم نقوم بتوزيع وتوريد كمية من المستهلكات الطبية للمستشفى ضمن احتياجاتهم الشهرية للمرضى وللعمليات، طبعا برفقة السفير والقنصل التركي في القدس ومع إدارة المستشفى. سنقوم بتوزيع وتوريد هذه الكمية، ونتمنى منكم دعما دائما لمشروع دعم مستشفى المقاصد. بارك الله فيكم.